التي خلطت هذا الزهد وهذه العبادة وهذا التقشف ببعض المصطلحات الباطنية، وتأثرت ببعض الديانات الوثنية وبعض النصارى. وكان يرأس هذه الطبقة رجل يسمى بذنون المصري، معروف، وهو إمام عند الصوفية، وهذا كان رجل نوبي وكان يعرف القبطية. فمشكلة هذا الرجل أنه كان يفك ويحاول يكتشف الرموز القبطية القديمة وسار يترجمها، فبدأ ينشر بعض الألفاظ التي هي معقدة أكثر من الطبقة الأولى، من تلك الرموز. أيوة، مثل الوحدة، ما يعرف بالوحدة، وهذه حنفصلها في ملف التشيع الذي سيكون قرابة 20 إلى 25 حلقة بإذن الله تعالى. بدأت تخرج ألفاظ ما كانت معروفة، مثل الوحدة، مثل الفناء، مثل الاتحاد، مثل السكر، مثل الكشف، مثل الصحو، مثل الجذب. وهذه الجذب يسموه المجذوب، وهذه حتى احنا كنا صغار كنا نشوف بعض المسلسلات العربية لدولة من الدول، يأتيك إنسان كذا يعني سبحان الله على هيئة رثة، وممكن أحيانا تخرج منه أشياء، فيأتوه بعض الممثلين يقولوا له ادعوا لنا يا شيخ، فيدعو. قالوا هذا هو المجذوب، هذا ولي من أولياء الله عز وجل. ولماذا سمي مجذوب؟ قالوا لأن الحق جذبه إليه، فأصبح ينظر في ملكوت الله عز وجل، انشغل عن نفسه. يعني هذا قول أحيانا، يعني كرمكم الله، قد يكون يريل تخرج منه أشياء. قال إياك أن تتكلم، هذا ولي من أولياء الله عز وجل. وهذا طيب إذا سجد سجدة لله وركع، لأنه رفع عنه القلم أصلا. قالوا هذا جذبه الحق. بدأت تخرج هذه المصطلحات، الوحدة، الفناء، السكر، وبدأ مسألة الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد التي ذكرناها في قضية النصرانية. وأول من قال بها تنسب إلى رجل يسمى أبو يزيد البسطامي، شيخ الإسلام يقول قد تنسب إليه، وقيل قد لا تنسب إليه، لكن هذا الثابت الذي روي في المؤلفات أنها تنسب إلى أبو يزيد البسطامي، أنه كان يجلس ويضع الجبة، الجبة هذه زي المشلح كده، جبة كبيرة، ويقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني ما في الجبة إلا الله. أعوذ بالله، تعالى الله عن ذلك. سبحاني سبحاني ما أعظم شأني ما في الجبة إلا الله. وهذا الذي يعرف بقضية الحلول والاتحاد. في القرن الخامس، لو نمشي سريع، في القرن الخامس بدأت تخرج، في بداية القرن الخامس بدأت تخرج الطرق الصوفية أو ما يعرف بالطرقية، وخرجت هي يعني مئات الطرق، لكن أشهرها مثل السهروردية والنقشبندية والتيجانية. طبعا التيجانية يعتقدون بحلول الله في خلقه، هذه الطريقة يتبعها أكثر من 30,000 تيجاني في إفريقيا، يعتقدون أن الله يحل في خلقه، والله منزه سبحانه وتعالى عن هذه العقيدة. عندهم عقائد، عندهم ما يسمى بالكشف، وعندهم ما يسمى بالإلهام. والكشف عندهم أنواع، هو أن الله يكشف على قلب الولي فيستطيع أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام يقظة، ليت مناما يقظة، فيأخذ منه الأحكام الشرعية. بعضهم لا، قال قد يأتيه الخضر عليه السلام ويأخذ منه الأحكام الشرعية. والطبق الدرجة الثالثة اعتقادهم بأن أولياء الله الصالحين يأتون إليه ويأخذ منهم الأحكام الشرعية. عندهم ما يسمى بالإلهام، أن الله يقذف في قلب الولي أمور فتصبح شريعة، وهذا كله لا يوجد، إنما عند المسلم الحقيقي عنده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم ما يعرف بالهواتف، وهذه سنفصل فيها الهواتف، يكون جالس فيأتي هتاف، يا فلان ابن فلان افعل كذا، سوي قبة في المكان الفلاني ومسجد وضريح، أو افعل الطريقة الفلانية أو أسس الطريقة الفلانية. عندهم ما يعرف بالمعراج الصوفي، المعراج الصوفي، أن الولي إذا ارتقى في درجات التعبد والتزهد والخلوات قد يصعد إلى أطراف السماوات، وهذا ما أنشأ حتى نسمعه في بعض الدول العربية، أنا ما حقول اسم الدولة، يسموهم أصحاب الخطوة. إيش أصحاب الخطوة؟ أصحاب الخطوة هذا اللي يقول لك في خطوة واحدة هو يكون في الشام وإذا به في مكة. طبعا تيجي تشوف الشيخ جالس أنت أمامك، فالشيخ مغمض العينين، فتقول له يا شيخنا يا شيخنا، يقول لك ده الشيخ الآن بيصلي عند الصحن. ما شاء الله، هذا يسموه أصحاب الخطوة، في درجة أعلى عند غلاة الصوفية، أعلى من أصحاب الخطوة، من تأتي الكعبة بين يديه.
ويصدق. ولذلك يقول الإمام الشافعي حينما ذكر عن التصوف، ذكر له التصوف، قال: لا يتصوف الإنسان في الصباح حتى يكون في آخر الليل قد ذهب عقله. وعندهم قاعدة تقول عند أقولها الصوفية وبعض الصوفية كذلك، لأنه هناك من الصوفية من هم أهل الأذكار لا يعتقدون بهذه العقائد، لأنهم طبقات وأنواع. لكن في مقولة عند يعني الغلاة يقولون بالنسبة للصوفي: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. نعم. عندهم ما يعرف بالرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات يأخذون منها أدلة شرعية، بينما أهل السنة والجماعة نحن نعتقد بالرؤى والمنامات، لكن نعتقد فيها أنها من باب الاستئناس والفرح، ولا يأخذ منها أحكام، لكن ما يأخذ منها أحكام شرعية. نعم. ما أكون نايم وأرى الخضر يجيني: يا فلان ابن فلان اعمل سوي كذا وافعل كذا وأسس طريقة وضع لها صلاة الفاتح لما أغلق والصلاة النارية والصلاة النورانية وحزب الفرج وحزب رماح. هذه لم تثبت، إنما عند أهل السنة الرؤى هي مبشرات، أن ترى الإنسان رؤيا طيبة صالحة يستبشر بها. يعني هذا باختصار، وإلا المادة